بسم الله الرحمن الرحيم، سأقرأ عليكم من سورة يوسف صفحة 237 لمن أراد المتابعة. صفحة 237. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاء
وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا وقال الذي اشتراه من مصر لما
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق صل وسلم وزد وبارك على رسول الله.